أما بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هينطلق الجسر الجوي لضيوف الرحمن، ومصر للطيران هتقوم بتسيير 8 رحلات لجدة والمدينة، وهيتم افتتاح مركز الدعوة الإلكترونية في محافظة قنا، وأحداث تانية كتير هتحصل النهاردة هنتابعها في التقرير اللي جاي. خلونا نشوف. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم تسيير 8 رحلات لنقل حجاج بيت الله الحرام الساعة 3 إلا تلت فجراً، وده بواقع 6 رحلات للمدينة المنورة ورحلتين لجدة، من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو لنقل إجمالي 1900 حاج من حجاج وزارة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية. كمان هيلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بحضور اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وهيتم افتتاح مركز الدعوة الإلكترونية في المحافظة. كمان هتفتتح وزارة الأوقاف 39 مسجد في عدد من المحافظات منها أسيوط وقنا والدقهلية. هتستضيف النهاردة منطقة الممشى السياحي في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون في دورته الخامسة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وهيشارك فيه 30 فنان من 10 دول أجنبية احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو. كمان هيستمر برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية في دعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من 10 ل 15% من المنح المتاحة للطلاب ذوي الهمم البصرية والسمعية والحركية، ويقدر الطالب يتقدم للبرنامج النهاردة باعتباره آخر معاد.